عم بسأل حالي يا لكشمي، إذا كنتي رح تسامحيني ولا لا؟ شو صار لي؟ شبني أنا؟ لك ليش ما صدقت كل شي كنتي تقولي لي إياه؟ ترى أن أنا والعائلتي المسؤولين عن كل اللي صار معك، صدقني. ليش ما كنت صدقك ولا أسمع لقلبي اللي كان مرة بعد مرة يقلي عنك إنك صادقة بكلامك؟ وأنا ضليت عم بغلط بحقك. أنت لازم تعرفي إنه أبوكي هو يلي أذى كل عيلتي، وأنت اللي لازم تدفعي ثمن كل شي عمله أبوكي لكشمي. بدي إياكي تتعذبي بكل لحظة. بدي ألعب معكم ألاعيب ما كانت تخطر على بالك، لا أنت ولا حتى أبوكي. رغم كل سلوكي السيء وتصرفاتي البشعة معك، أنت تعاملتي معي كتير منيح لكشمي. بجوز يكون الإنسان أناني ويمكن يغلط كتير وما يفكر بشي، بس بالآخر بيتوقع أنه أكيد مرته بتقدر تسامحه وتغفر له وراح تنسى أنه غلط معه. لازم تتجاوز أغلاطه وتغطي عليه، والرجال هيك بطبعهم كتير أنانيين. حاولي تسامحيني لكشمي. شو صاير لك كارن؟ رح تضل عم تبكي هيك على طول؟ ما ندموع حزن يا أختي، أنا اليوم شفت أول بصيص أمل بعد عذابي. صدقيني يا أختي، أنا كتير مبسوط. بتعرفي يا كافيتا، إجا الدكتور اليوم من مومباي منشان يفحص عمي ويطمنا على وضعه الحالي، وكان جوابه كتير إيجابي. مع هيك في موضوع كتير قلقني. علاجه رح يكلف كتير، بس أنا متأكد أني رح أقدر لاقي شي حل لهالقصة بسرعة. وكمان متأكد من شغلي، أنه لكشمي رح ترجعني من جديد على حياتها ورح تقدر تسامحني. ما قدرت قوم بواجبي تجاهها كزوج منيح، خليت حياتنا تكون صعبة كتير وهي ما بتستاهل، بس أنا عندي ثقة فيها ومتأكد رح ترجع لي، لأني كتير بحاجتها وما بقدر أعيش بلاها. رح أنطرها ترجع على بيتها.